يقول السائل: كما تعلمون يا فضيلة الشيخ، بعد أحداث أكتوبر سنة 1988 في العام الماضي تغيرت الأوضاع في الجزائر وسمحوا بتعدد الأحزاب، وحينئذ قدم المسلمون ملف اعتماد الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإقامة شرع الله في الأرض، ومن جهة أخرى ليسمح لأهل السنة بنشرها، وقد كانوا قبل هذا مضيقا عليهم جدا، فما هو حكم الشرع في هذا العمل؟ وهل للسلفيين العمل مع الجبهة أم يعملوا دونها أم يلزموا بيوتهم؟ الذي أراه والله أعلم أن السلفيين يجب أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله، وعلى منهج سلفنا الصالح، ولا ينبغي لهم أن ينضموا إلى أحزاب سياسية، ذلك لأن الأحزاب السياسية حتى هذه الساعة فيما اطلعنا وفيما علمنا لا يوجد حزب على وجه الأرض تهيأ ليكون حزبا إسلاميا بمعنى الكلمة، سياسيا على مقتضى المنهج الإسلامي الصحيح. وبلا شك أن كلامي هذا صريح في أن العمل السياسي ليس مخالفا للشرع، بل السياسة هو من الشرع، فلا غرابة أن يكون هناك بعض المؤلفات التي ألفها بعض أئمتنا السابقين والذين بهم توجهنا وعليهم تعلمنا هذا الإسلام الذي وصفناه بأنه مستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أشير بهذا إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي سماه بالسياسة الشرعية. فلذلك فأنا أعني ما أقول أن السياسة من الشرع ولا شك، ولكن من الذي يستطيع أن يسوس المسلمين إذا كان أو إذا تيسر له أن يكون حاكما، تكون سلطة الحكم في يده؟ من الذي يستطيع أن يسوس الأمة أو الشعب المسلم السياسة الشرعية؟ لا شك أنه يجب أن يتوفر فيه خصال جمة، من أهمها أن يكون عالما بالكتاب والسنة. لذلك لما لم نجد حتى اليوم جماعة تأسسوا وتربوا أيضا على هذا المنهج الصحيح ثم تهيأوا للعمل السياسي الإسلامي الصحيح، لا ننصح، لما لم نجد لا ننصح إخواننا السلفيين في أرض الله الواسعة في كل بلد إسلامي أن يعملوا عملا سياسيا، ولو كان هذا العمل نابعا من أنفسهم، فضلا عن يكونوا فيه أو في هذا العمل تبعا لغيرهم. ما ننصح بهذا أبدا، ذلك لأن العمل السياسي يحتاج في الحقيقة إلى مقدمات كثيرة واتخاذ أسباب جمة ليتمكن هؤلاء الذين تأسسوا وتربوا على هذا المنهج أن يقوموا بالسياسة الشرعية. وفيما نعلم كل الأجواء في البلاد الإسلامية اليوم لا يوجد فيها جماعة، ولنقلها لفظة قرآنية، أمة
تكتلت وتجمعت على هذا المنهج الإسلامي الصحيح، ولم يبق لديهم ما ينقصهم من القيام بالواجبات الشرعية إلا العمل السياسي. لا نعلم أن طائفة أو جماعة أو أمة توجد اليوم على وجه الأرض أنه لا ينقصها إلا إيش؟ العمل السياسي. العمل السياسي في اعتقادي إنما يأتي بعد زمن واستعدادات جمة تقوم بها الطائفة المنصورة التي جاء ذكرها في الحديث المشهور المتواتر عن الرسول عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلذلك أنا لا أنصح أبدا إخواننا الجزائريين، بل ولا أنصح غيرهم من المسلمين في كل بلاد الدنيا، أن ينصرفوا عن الدعوة ونشر الدعوة المستقاة من الكتاب والسنة إلى العمل السياسي، لأن هذا يرد عليه اعتراضان: الأول سبق ذكره، والآخر وهذا مهم جدا ألا وهو أن الاشتغال بالعمل السياسي قبل أن تتهيأ الجماعة أو الأمة له سيكون صارفا لهم عن المضي في منهجهم في الدعوة إلى الكتاب والسنة وتربية الأمة. ليس المقصود فقط الدعوة، ليس المقصود فقط القول، وإنما المقصود القول والعمل به، لما نعلم من الترهيب والتحذير كتابا وسنة من القول دون العمل والعلم دون التطبيق لهذا العلم، كما قال تعالى في الآية المعروفة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك فالاشتغال بالعمل السياسي قبل أن تصل الأمة أو الجماعة إلى مرحلة هذا العمل السياسي ستكون عاقبة أمره أن تنهار الدعوة وأن ترجع القهقرة. ورب الناس لا يقتنعون بهذه النظرية من الناحية العلمية، فحسبهم أن يلقوا نظرة سريعة في بعض البلاد الإسلامية التي وقعت فيها بعض الأعمال السياسية، فكان عاقبة أمرهم لم يكن ذلك رشدا ولم يكن توفيقا، بل كان عاقبة أمرهم القهقرة والرجوع إلى الوراء في الدعوة. فقد كانوا ماضين في دعوتهم كما يأمر الشرع، وإذا بهم بسبب النهوض المفاجئ بعمل سياسي تكون عاقبة أمرهم وعاقبة نهضتهم أن رجعوا القهقرة. ولذلك كان من بعض الحكم التي تذكر عن بعضهم قولهم: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وهذا أمر طبيعي جدا قبل أن يكون أمرا شرعيا. ولذلك فنحن نتأسى دائما وأبدا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه لو كان هناك قيام بعمل سياسي يستدعي محاربة الكفار ومحاربة المنافقين طفرة واحدة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ومعه بعض أصحابه هو الذي ينهض بهذا العمل. ولكن تلك سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أنه لا بد من اتخاذ الأسباب كما أشار إلى ذلك رب الأرباب
في قوله عز وجل في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهنا لابد لنا من وقفة يسيرة حينما نقرأ هذه الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا شك أن القوة المذكورة هنا هي القوة المادية، لكن من هم المخاطبون بهذه الآية الكريمة المتضمنة للإعداد للقوة المادية؟ وأعدوا أنتم يا أمة محمد بصورة عامة، وبصورة خاصة أنتم يا أصحاب محمد، أي أنتم أيها المؤمنون حقا أعدوا القوة المادية. فإذا نستطيع أن نفهم من هذه الآية الكريمة أن هناك قوتين: معنوية وهي التي نعنيها حينما نقول لابد من التربية، والقوة المادية. القوة المعنوية في الآية تفهم ضمنا لأنها لم تذكر صراحة، بخلاف القوة الأخرى وهي القوة المادية فهي صريحة: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من هذا المعنى، إلى أن القوة المذكورة هنا إنما هي القوة المادية، حينما قال عليه السلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولكن غرضي من هذا التنبيه ألا يسارع كثير من الشباب المؤمن المتحمس فيقول: هاي ربنا يا أخي أمر بإعداد القوة. فنقول نحن هذا حق، ولكن في لفتة نظر هنا أن هذا الإعداد المأمور به من هم؟ هم المؤمنون حقا، على أن أي جماعة اليوم توجد على وجه الأرض كما جاء في السؤال مثلا، إذا كانت الدولة لا سمح الله، ما أدري في هذا السؤال أو في الذي بعده، إذا كانت الدولة هنا أو هناك في أي مكان من بلاد الإسلام، فكل بلاد الإسلام ينبغي أن تحكم بحكم واحد. إذا كانت الدولة الحاكمة منعتهم فهل يقومون بالجهاد؟ هذا سؤال عجيب، سؤال من لا يدري خطورة هذه المسألة. هل يقومون بالجهاد؟ هل هم أعدوا أنفسهم قبل كل شيء للجهاد في سبيل الله؟ من هذا الإعداد الذي يتقدمه العلم الصحيح والعمل الرجيح وهو إلى آخره أن يكون المسلمون على قلب واحد، من هذا الإعداد أن يكون المسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا الأعداء أن يكون كلهم على قلب رجل واحد. هل قاموا بهذا؟ أنا لا أعتقد أنه توجد طائفة على أرض من أراضي الإسلام الكثيرة والواسعة، طائفة متكتلة حقيقة متحاببة في الله، مترابطة ارتباطا دينيا وثيقا كما لو كانوا على قلب رجل واحد. لا أعتقد وجود هذا، لكني أعتقد أنه هناك أفراد يمشون في هذا الطريق، ولكن متى يصلون هذا ليس من المهم، ذلك علم عند ربي. ثم نفترض أنه وجدت هناك، وهذا خيال، نفترض أنه وجدت هناك جماعة أو أمة من أمة المسلمين تكتلوا وتحابوا في الله وكانوا على قلب رجل واحد، هل تمكنوا حينما يريدون أو يسألون هل يخرجون بالجهاد لمحاربة هؤلاء الذين يقفون حجر العثرة في سبيل الدعوة؟ أين استعدوا هذا الإعداد الذي أمرنا به في الآية السابقة، الإعداد المادي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ لهذا كله
أعتقد أنه من السابق أوانه أن نفكر بهذا الجهاد المادي والعمل السياسي، وإنما علينا أن نمضي قدما في دراسة الإسلام من الكتاب والسنة والمنهج السلف الصالح، ودعوة المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح وتربيتهم عليه، ثم بعد ذلك يخلق الله تبارك وتعالى ما تعلمون. قلت آنفا أنني لا أقصد أن العمل السياسي ليس مشروعا في الإسلام، بل هو من الإسلام، لكن قلنا ينبغي أن يكون مستقبلا من الإسلام. وهنا أذكر كلمة أصبحت عندي كما لو كانت حكمة، وقد تكون بعض الحكم مناسبة لبعض الأزمان والظروف وليست حكمة مضطردة. ذلك أنني قلت ولا أزال أقول، لأن الزمن لم يتغير، منذ سنين يمكن 20 سنة أو نحو ذلك، لما دعيت إلى المخابرات في سوريا واستجوبون كما تعلمون كثيرا وطويلا، بعد أن توضح للمستنطق، طبعا هو يمثل البعث في الحكومة البعثية، بأنه ليس لدينا عمل سياسي وإنما نحن دعاة وجماعة نصلح الأفكار والأعمال على ضوء الكتاب والسنة، قال إذن انطلق بس لا تعمل في السياسة. هنا وجدت نفسي مضطرا أن أفهم هذا الإنسان أن لا يفهمن من كلامي السابق أن نحن لا نعتقد أن في الإسلام عملا سياسيا. فقلت له كلمتك هذه التي تلح فيها أن لا أعمل في السياسة اضطرتني الآن أن أستدرك ما فاتني من الكلام، فأقول قولي سابقا وبياني لوضعي القائم أنني أدعو المسلمين إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وأن يربوا أنفسهم على هذا الفهم الصحيح. أريد أن أقول لك لا أعني بذلك أن الإسلام لا يدعو إلى عمل سياسي، الإسلام يدعو إلى عمل سياسي، ودورة الإسلام لا تقوم إلا مع السياسة، لا أقول إلا بالسياسة، أرجو أن تتنبهوا. الدولة الإسلامية لا تقوم قائمتها إلا بالسياسة، لا، إلا بالإسلام مع السياسة، أي تطبيق الإسلام في كل مراحل الحياة ومنها إدارة شؤون الأمة. فقلت له نحن نعتقد أن العمل السياسي على منهج الإسلام هو من الإسلام، ولكن هنا الشاهد، قلت لهذا الرجل، ولكن نحن نرى الآن أن من السياسة ترك السياسة، نرى الآن أن من السياسة ترك السياسة الآن، ليس إلى أبد وآخر الزمان. ولهذا أنا نصيحتي لإخواننا في الجزائر أن يستمروا في الدعوة، والحقيقة أن استمرارهم في الدعوة سوف يكلفهم جهودا جبارة، وإذا انصرفوا إلى ذلك فسوف يجدون أنفسهم لا يفكرون فيما يسمى الآن بالجهاد، وهو الخروج على الحكام، ذلك لأن الدراسة لفهم الإسلام كما أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام هذا يحتاج إلى جهود متضافرة
من جمع كثير من المسلمين من علمائهم ليدرسوا هم يدرسوا الإسلام حتى يدعو الآخرين إلى هذا الإسلام ثم يربوا عليه. ونحن نعلم الحكمة القائلة: فاقد الشيء لا يعطيه. أنا مثلا قرأت في العدد الذي قدمته إلي، هو منهج النهضة، برنامج الجبهة الإسلامية، فشعرت تماما أن هذا المنهج الذي أخذ نحو صفحتين كبيرتين من المجلة أو الجريدة، هذا عمل في الحقيقة من الناحية الفكرية عمل جبار، وعمل إنسان له تخصص في هذا المجال، لكن شعرت بأنه ليس له فقه في الإسلام، وشعرت بأن هذا المنهج الذي سطر باسم النهضة ولا إيش قلنا الجبهة الإسلامية، هذا كأنه قدم إليها وزينت بلا شك هذه أو هذا المنهج بآيات من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة، وهذا مما أعجبني. وشعرت أيضا بأن هذا المنهاج داخله مسحة من الدعوة الإسلامية، ولكن وضع المنهاج ليس سلفيا إطلاقا. مع ذلك، مع وجود هذه الظاهرة من تأثر هذا المنهج بتوجيه إسلامي سلفي، فقد تنبهت إلى أن الموجهين لهذا النظام المسطور من بعض إخواننا السلفيين هناك هم بحاجة كبيرة إلى دراسة العلم. ذلك لأني مررت بحديث وهو حديث موضوع، فكيف تسرب هذا الحديث إلى أذهان الذين، لا أقول الذين وضعوا هذا المنهاج، لأن الذي وضعه في اعتقادي هو رجل سياسة وليس رجل علم، لكن أعتقد من جهة أخرى بأن هذا المنهاج اطلع عليه بعض إخواننا السلفيين. فإذا كيف انطلع عليهم ذلك الحديث؟ ألا وهو: من أمسى كالا من عمل يديه غفر له. هذا حديث موضوع. فنبهني هذا إلى أن إخواننا السلفيين هنا أو هناك عليهم أن يتوسعوا في دراسة الشريعة قبل أن يشتغلوا بالعمل السياسي، وإلا وقعوا كما يقولون في العصر الحاضر في مطبات لا يستطيعون النهوض منها أبدا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ينبغي أن ينبع المنهاج الموضوع لكل جماعة سلفية من ذوات أنفسهم، وليس أن يقدم إليهم هدية من غيرهم، ولو أنهم حاولوا أن يعالجوا فيها ويصححوا. فاعتمادهم على غيرهم دليل واضح جدا في هذا المجال، وهو المجال السياسي، اعتمادهم فيه على غيرهم معناه بصورة جلية واضحة أنهم لم يصلوا بعد في دعوتهم بحيث أنه لا ينقصهم إلا العمل السياسي. يضاف إلى ذلك أخيرا أن السلفيين إذا اعتمدوا على غيرهم ممن لم يكن عاش دهره الطويل في الدعوة السلفية، فيخشى أن تستغل الدعوة لريثما يصل المستغل إلى منصبه الذي كان يسعى إليه بسبب تكتل جديد ولو باسم
دعوة سلفية أو نهضة إسلامية أو ما شابه ذلك، خشية الاستغلال من الآخرين يجب أن لا نتورط وأن نتعاون مع آخرين، لا سيما إذا كان لهؤلاء الآخرين الكلمة العليا والسيطرة الفكرية على الجماعة السلفية. فأنا في اعتقادي أنهم إن عاشوا ربع قرن من الزمان بل نصفه في سبيل دراسة الإسلام وتطبيقه على أنفسهم وتربيتهم لذويهم ثم تبليغ ذلك عملا وفكرا، هذا بيكون أعظم عمل يقوم به المسلمون في أي بلد كانوا وحيثما حلوا. هذا جوابي عن هذا السؤال. جزاك الله خير. شيخ، ما هي نصيحتك لقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ نصيحتك إليهم ماذا يفعلون ما دام أنهم تورطوا في هذه القضية؟ والله هذا جواب عن هذا السؤال لو كنت هناك ربما أستطيع عليه الجواب، لأن الورطة التي وقعوا فيها كيف ينسحبون منها، يجب أن أعرف الجو، يجب أن أعرف الناس الذين انضموا إليهم ولم يكونوا منهم قبل ذلك، هل هم فرد أو أفراد أو جماعة أو كل هذا أنا أجهله، لكني أقول أنهم عليهم أن يلزموا هؤلاء الأشخاص الطارئين عليهم النازلين في ساحتهم وهم لم يعلموا من قبل أنهم سلفيون. مثلا أنت سميتني اسم اثنين وقرأتهما في البيان، ولكني لا أحفظ الأسماء ولا يهمني الاسم بقدر المسمى. هل هم ملتزمون للسنة ظاهرا، ولا أقول وباطنا لأن الباطن علم عند الله، لكن الظاهر هو عنوان الباطن كما قال عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهل هم بالظاهر ملتزمون بالدعوة، ولا أقول ملتزمون بالسنة فقط لأن السنة في مفهوم الاصطلاحي هو ما دون إيش الفرض، لكن في المفهوم العلمي السلفي السنة هي طريقة محمد عليه السلام كما يشعرنا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهل هم ملتزمون بالسنة بهذا المعنى؟ نعم ملتزمون. ملتزمون الرؤساء يعني لا. الذين انضموا إلى الجماعة نعم مثلا، فهم ملتحون وهم لا يلبسون الألبسة الفرنجية ونساؤهم متحجبات وبناتهم كذلك، فحينئذ يظلون يعملون معهم إلى أن تبدأ أشياء مثل نذر الجو تنبههم أن الجماعة يمشون معهم على حد قول المثل الشامي السوري. هل هم ملتزمون للسنة ظاهرا، ولا أقول وباطنا لأن الباطن علم عند الله، لكن الظاهر هو عنوان الباطن كما قال عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهل هم بالظاهر ملتزمون بالدعوة، ولا أقول ملتزمون بالسنة فقط
لأن السنة في مفهوم الاصطلاحي هو ما دون إيش الفرض، لكن في المفهوم العلمي السلفي السنة هي طريقة محمد عليه السلام، كما يشعرنا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهل هم ملتزمون بالسنة بهذا المعنى؟ نعم ملتزمون. ملتزمون الرؤساء يعني لا. الذين انضموا إلى الجماعة نعم مثلا، فهم ملتحون وهم لا يلبسون الألبسة الفرنجية ونساؤهم متحجبات وبناتهم كذلك، فحينئذ يظلون يعملون معهم إلى أن تبدأ أشياء مثل نذر الجو تنبههم أن الجماعة يمشون معهم على حد قول المثل الشامي السوري بيقول: تميت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي. مفهوم هذه اللغة عندك؟ يعني ذار هو بالصلاة حتى نال مراده، فلما نال مراده أعرض عن الصلاة. فإذا كانوا بها المثابة من حيث الظاهر، فأنا الآن لا أستطيع أن أقول أنه كيف ينسحبون وقد تورطوا، وإنما عليهم بأن يراقبوا مراقبة دقيقة جدا، وأن يفرضوا منهجهم فرضا. أنا لاحظت مثلا ملاحظة هي ليست قوية، بمعنى ليس لها علاقة بالسنة بالمعنى الذي يتعلق بالفرض، لكن بالمعنى الذي يتعلق بالمنهج بصورة عامة. أول ما قرأت هذا المنهج رأيت كاتبه يفتتحه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وسلم، كما يفعل الناس تماما، بينما كان المفروض عليهم أن يرفعوا راية الدعوة السلفية في أول كلمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. لكن هذا رأيته أين؟ رأيته في الداخل، لأن الذي كتب ما في الداخل هو غير الذي كتب ما في الديباجة كما يقال، عرفت كيف؟ فإذا على هؤلاء الإخوان أن يراقبوا هؤلاء وأن يفرضوا عليهم منهجهم في كل كبير وصغير. وأنا على مثل يقين بأنه بعد ذلك ستظهر الحقيقة، إما أن يكونوا مخلصين في الضم في الانضمام إلى الجماعة السلفيين حينئذ فلا مانع من التعاون، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا التعاون ليصلوا إلى الحكم، لأنهم إن وصلوا إلى الحكم لا يستطيعوا أن يغيروا الحكم ما دام الرئيس وحاشيته هم أنفسهم غير مقتنعين بالدعوة الإسلامية. عليهم أن يظلوا